لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكل السادة المتابعين الأوفياء. كنرحب بكم من خلال هذا البث المباشر هنا من طريق سيدي حرازم. للأسف الشديد انقلاب السيارة ديال النقل المدرسي كانت غادية من القعدة من جماعة عين البيضاء نحو جماعة يعني غادي محمل بالتلاميذ الفاس، فللأسف كان قالب هنا حسب شهود عيان اكيد اكدوا بان ازيد من 30 تلميذ اللي كانوا على متن هذا النقل المدرسي حسب بعض الشهادات، في انتظار نشوفوا شهادات اخرى اكيد رسميه. فاذا هنا السياره ديال النقل المدرسي كانت غاديه للمدرسه فكتنقلب للاسف الشديد هنا بطريق سيدي حرازم كما كتشاهدوا، وحاله ديال استنفار كبيره هنا ديال رجال الدرك الملكي يعني القائد كل السلطات المحليه هنا، وغنحاولوا نشوفوا التفاصيل ديال هذه الواقعه. تساقطات مطريه الانفاذ الاثناء وحاله ديال الاستنفار، نحاولوا نشوفوا الشهادات ديال الساكنه ديال المنطقه. فاذا تم نقل مجموعه من يعني التلاميذ المصابين بعد حضور سيارات الاسعاف، وحاله ديال الاستنفار كبيره هنا كما كتشاهدوا. نتمنوا لان ما يكونوش ضحايا، كاين جروح، نتمنوا لان الامور تمشي بخير وعلى خير. نحاولوا نشوفوا اذا كتشاهدوا معنا، هذه هي السياره ديال النقل المدرسي اللي انقلبت هنا. يا ربي السلامه. فالسلطات المحليه هنا متواجده بكثافه اكيد، وكذلك رجال الدرك والساكنه. نحاولوا نقربكم اكيد من التفاصيل. شاهدوا معنا سياره النقل المدرسي اللي انقلبت، لا اله الا الله محمد رسول الله. فكانت محمله بتلاميذ حسب شهود عيان. خويا العزيز السلام عليكم. السلام عليكم شريف. السلام عليكم سيدي. خويا شنو وقع بالضبط؟ تبع ابناء المنطقة هنا خويا؟ خويا نسم؟ نعم؟ اللي حاضرين شي شهادات للناس اللي حاضرين وصافي. شوفوا الناس اللي باغيين يعطيونا الشهادات ديالهم. فإذا هنا في طريق سيدي حرازم كما كتشاهدوا نحاولوا نشوفوا شهود عيال اللي كشفوا لنا تفاصيل هذه الحادثة. كما كتشاهدوا يعني كانت محملة بتلاميذ داخل الحافله ديال النقل المدرسي في انتظار يعطيونا شهادات الناس ديال المنطقه شنو وقع بالضبط. فاكيد المعلومات اللي حصلت عليها هو ان هذه السياره كانت جايه من القعده جماعه عين بيضاء نحو مدينه فاس اكيد، وانقلبت هنا. تم نقل التلاميذ اللي كانوا على متنها، تم نقلهم نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضروريه. فكما كتشاهدوا هي تابعه لجماعه عين بيضاء، لا حول ولا قوه الا بالله. خويا شي كلمه، شكون اللي عطينا كلمه؟ الناس اللي كانوا حاضرين دراري، الناس اللي كانوا حاضرين. السلام عليكم. شنو وقع؟ شنو وقع؟ حنا جينا ما عرفناش. الناس ما عارفينش، حنا تاهما عاد جاو دايزين، نحاولوا نشوفوا بطبيعه الحال شنو وقع. اذا هذه سياره ديال النقل المدرسي انقلبت هنا في طريق سيدي حرازم. كنحاولوا اننا نقربوكم من التفاصيل اكيد. هذا هو المكان اللي انقلبت فيه السياره ديال النقل المدرسي هنا. الناس خايفين على وليداتهم، ما عارفينش شنو وقع بالضبط. فأكيد متابعينا هنا مجهودات جبارة من أجل أنهم يوصلوا للتفاصيل، وكذلك نحاولوا نقربكم من تفاصيل ما وقع بالضبط. تلاميذ تم نقلهم، حضرت سيارة الإسعاف وتم نقلهم نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. فإذا هنا الناس اتصالات، كنشوفوا الناس ديال المنطقة كيجريو اتصالات، ما عرفناش الحالات واش كاين حالات خطيرة ولا لا. المهم لحدود الساعة تم نقلهم بعد تدخل رجال الدرك ورجال القوات اللي عفوا رجال السلطات المحلية هنا. فهذه سيارة تابعة لجماعة عين بيضاء كما كتشوفوا النقل المدرسي. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. إذا حضور ديباناج في هذه الأثناء كما كتشاهدوا. ما كاين مشكل، واحد يقول غير شهادة لله ما. إذا كما كتشاهدوا هاد البلاصة، شنو سميت هاد البلاصة بالضبط؟ نعم حدا القعدة، حدا القعدة نعم. إذا هذه الطريق حدا القعدة بالضبط. السلام عليكم. إذا كتشوفوا كنحاولوا الساكنه ديال المنطقه، حتى واحد ما بغى يعطي شي تصريح.
جبت بعض المعطيات بان السياره كانت جايه من القعده في اتجاه مدينه فاس من نقله يعني التلاميذ، انقلبت هنا ثم نقل التلاميذ قبل قليل بعد وصول سيارات الاسعاف من اجل تلقي العلاجات الضروريه. يقال حسب ما تم يعني تصريح لنا هو انه تقريبا 30 تلميذ. كنت كنسمع بان الشيفور دار مجهوده. لا حول ولا قوة الا بالله. نتمنوا التلاميذ ما يكونوش اصيبوا باصابات خطيرة، في انتظار اعطائنا مجموعة من المعطيات. اكيد نحاولوا نقربكم من التفاصيل بعد لحظات. يا ربي تحفظ الوليدات لان صعب صعب، خاصة خويا. تحياتي. اش 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 خويا تبارك الله عليك بخير. انت عندك هكا كريم اخويا العزيز، انت واش المنطقة هنا خليك تبان، انت واش المنطقة شنو وقع بالضبط اخويا؟ قربنا من اخويا. انا اللي سمعت شي دراري من هنا من القعدة. نعم. ودراري من هنا من فضاء السعادة. نعم. ولكن بالضبط ما عرفتش شحال دراري. نعم. بالضبط واخا كانوا غاديين فين؟ كانوا غاديين جايبهم جايين المدرسة. منين كانوا جايين؟ من هنا من القعدة، الدراري ديال القعدة والدراري ديال 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 فضاء السعادة. نعم. واش ضربوا في شي حاجه وانقلبوا ولا كيفاش؟ والله ما عندي شي معلومه، ما نقدرش. نعم. واخا الناس كيسولوا على الدراري الصغار فينهم، واش ما نقلهم للمستشفى؟ مشاو كلهم داوهم للسبيطار. السبيطار. ما عرفتش شي اسباب ديال هذه الحادثه؟ والله ما عرفت. شنو كيقولوا الناس؟ والله ما نقدر نكذب عليك. نعم. واش الدراري كاين شي اصابات خطيره ولا؟ شويه ضروري يكونوا مساكن مقصحين شويه. مقصحين. نعم. شي 30 سمعت انا. بحال هكاك. شي 30 واحد. المهم عامر استافيت كامل عامر. نعم. كاش وفيات؟ لا لحد الساعه ما كاين والو. نعم. شكرا خويا على الشهاده ديالك. شكرا. فصعب جدا باش تاخذ الشهاده هنا مع عند الناس، ولكن كنحاولوا. وتساقطات مطريه في هذه الاثناء غزيره. فاذا كما سمعتوا كان غادي بالسياره مملوءه ب خليكم معايا الدراري، خليكم راه رياح قويه او خليكم معايا. والتساقطات كندير مجهود. خليكم معايا كنعتذر منكم. فاذا كما كتشاهدوا مازال يعني قبل قليل تم نقل تلاميذ لحو المستشفى كما سمعتوا حسب شهود عيان. الشهادات اكيد اللي كانت كونفيرمي قبل قليل احد الشهود العيان اكد بان السياره كانت كتجه سياره نقل مدرسي كتجه من دوار القعده بعين بيضاء نحو فاس، كان غادي بهم للمدرسه، للاسف انقلبت به هنا. ما عرفناش الظروف والملابسات ديال هذا الانقلاب اللي وقع. اكيد عدد كبير ديال المصابين هذه السياره حسب الشهود عيان، فكانت تقل هذه الحافله ازيد من 30 واحد على ما اعتقد، وتم نقلهم نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضروريه. المكان ديال هذه الحادثه حنا كنتواجدوا في طريق سيدي حرازم كما كتشاهدوا معنا على مشارف القعده دوار القعده. فحذاري مع هذه التساقطات المطريه، راه كاين لي الكليساج في الطريق، ديروا اتونسيون خاصه حافله النقل المدرسي. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نتمناو الوليدات الصغار ما يكونش وقع لهم شي كارثة، ما يكونوش تصابوا بزاف. الناس كيحاولوا أنهم يتصلوا بوليداتهم. التلاميذ تم نقلهم، الناس اللي كيسولوا على التلاميذ تم نقلهم نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. نعم، حالة ديال الاستنفار هنا قصوى لرجال الدرك والسلطات المحلية. الشهادة اللي سمعته قبل قليل هو أن هذه السيارة أو هذه الحافلة ديال النقل المدرسي تابعة لجامعة عين بيضاء كانت تقل تلاميذ غاديين من القعدة نحو المدرسة فكتنقلب بهم هنا. التفاصيل ديال هذا الانقلاب ما عارفينش. يقال على انه ازيد من 30 واحد اللي كان فيه التلميذ، ثم نقلهم نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. نتمناو خير ان شاء الله، ما يوقع فيه يعني ما يكونش شي خطر كبير بالنسبة للتلاميذ. والله يصبر الاهالي ديالهم ساكن، راه لا حول ولا قوه الا بالله. تصور يعيط لك شي واحد يقول لك راه ولدك كان غادي في سياره حافله نقل مدرسي وانقلبت به في الطريق، شي اخبار عليهم؟ خويا كيقول لك بان
حالتهم مستقره. حنا غنشوفوا حنا غنشوفوا حنا غنبقاو متبعين الملف. دعواتكم معاهم. نشوفوا الدراري. السلام عليكم خويا، شي كلمه حول هذه الفاجعه. شد لي خويا الميكرو هكا الله يسهل. شد العزيز عندك الميكرو مع تساقطات المطاريه. اخويا الفاجعه اللي وقعت اخويا، مرحبا خويا. شنو وقع بالضبط؟ قرب عندك خويا. الفاجعه اللي وقعت حاليا يعني الكريسر. قربوا عندك الفم. واخا خويا مرحبا خويا. شنو وقع؟ اجي معايا هنا خويا. شنو وقع بالضبط؟ خويا الفجعة اللي وقعت حاليا دابا. خويا ما تسمعش، قرب الميكرو. خويا الفجعة اللي وقعت الانسان هذا يعني جريسه، هو اللي لعب به. جريسه؟ نعم نعم. واخا كيفاش فوقاش وقع هادشي وشحال تكرات فيها ومين كانت جايه؟ عطينا التفاصيل على هادشي. اخويا التفاصيل اللي كاينه حاليا كانت كان فيها الركب بزاف. نعم. ديال الناقل المدرسي. نعم. او السيارة كان غادي في اتجاه اليمين ديال اليمن وخرجت به لعبت به ديك القط اللي مليح. او الدراري كاينين في كريسه. كريسه. ما عرفت حتى شي واحد ولا شي حاجه؟ لا والو. يعني الصائق واش وقع له شي حاجه؟ والصائق حاليا ما عرفنا شنو كاين. نعم. الدراري صغار. والدراري صغارين مضرورين شي شويه. نعم. كي تم نقلهم الدراري فين داوهم؟ شنو المستشفى؟ داهم داو سميتو المستشفى ديال فاس المركب. نعم نعم. تقريبا العدد اللي كانوا في السياره في الساعه؟ كانوا حاليا كل هكا تقريبا واحد 15 واحد اللي كانوا. نعم. شي 15. الدوار ديال هاد الدراري هادو كتعرفهم؟ الدراري الصغار؟ لا ما كنعرفهمش. انا عيد دايز هكا بالسياره تاعي ولقيت هاد الحادثه حاليا دابا كاينه هنايا. نعم. شكرا خويا. شكرا جزيلا. وكاين شي واحد من الغالي. مرحبا خويا. اذا هذا احد شهود العيان كان دايز بغى يعطي التصريح ديالو بطبيعه الحال. شاهدوا معنا. سير اولدي سير رافينا سير رافينا. اذا كما كتشاهدوا معنا لا حول ولا قوه الا بالله. خويا العزيز السلام عليكم بخير. خويا انت من المنطقه هنا؟ كتشوفوا ابناء المنطقه كيحاولوا لانهم يشوفوا شنو واقع. فهذا مكتب الله عز وجل، قدر الله ما شاء فعل. لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا الان خاص الحيطه والحذر خاصه مع التساقطات ديال الخير. نتمناو على ان ما يكونوش وقع الدراري الصغار شي اصابات خطيره، لان راه ماشي سهل. الانقلاب كان هنا حسب الشهود عيان كما ما عرفناش ظروف الملابسات. اكيد راه السلطات المعنيه غادي تفتح تحقيق في الامر وغتعرف التفاصيل. حنا نحاولوا فقط نبقاو متبعين الملف من اجل تقريبكم. نتمناو خير ان شاء الله الوليدات، ما يكونش يبقى عليهم شي حاجه خطيره. فهذا قضاء الله عز وجل، لا حول ولا قوه الا بالله. فمجرد ما يعني تلقيت اتصال مع ساكنه المنطقه فانتقلت بسرعه هنا لطريق سيدي حرازم من اجل تقريبكم من التفاصيل. مازال تواجد عناصر ديال الدرك الملكي هنا بشكل كبير. هنا كما كتشاهدوا نحاولوا نقربكم من الجهه الاخرى. خويا بخير في امان الله. خويا حاول تقربنا من شنو وقع بالضبط هنا. خويا انا عاد جيت دابا. واخا شنو سمعتي؟ شنو قرب عندك الميكرو العزيز. مرحبا خويا، ولكن انا كنت غادي غير هنا فضاء السعاده. خليك معايا العزيز، قرب عندك الميكرو الله يحفظك. مرحبا خويا. قرب عندك الميكرو. السلام عليكم. شنو سمعتي اخويا؟ شنو وقع بالضبط؟ اخويا انا يلاه جيت دابا. نعم. جيت لقيت هذه الحادثه وقعت هنايا السير. نعم. هادشي اللي كان اخويا. ما انا عاد جيت دابا ما عرفت شنو كاين. سمع الناس كيقولوا على الحادثه هذه. ما عندي ما نقول لك انا، ما عاد يلاه كيبلغت. نعم نعم. والله العظيم خطير جدا والله العظيم. خاصة وانا كانت عامرة الدراري الصغار. الله يحسن العوان وما عرف كيوقع لهم مساكن. نعم شكرا خويا. مرحبا خويا موسى. شكرا بارك الله فيك. إذا الناس كاين اللي وقف عاد كيعرف شنو كيحاول يعرف التفاصيل. كاينين شهود عيال اللي سمعناهم. الله يدير شي مسلك ديال الخير. فتا واحد ما غايبغي هذه الحادثة توقع. حاولوا نقربوكم من الجهة الأخرى. راه مازال عناصر الدرك الملكي وعناصر القوات عفوا السلطات المحلية كتواجد هنا. حاولوا نقربكم من هنا أيضا. شاهدوا معنا من الجهة المقابلة. يا ربي السلامة يا ربي السلامة يا ربي السلامة يا ربي السلامة يا ربي السلامة. إذا شوفوا كيفاش انقلبات، شوفوا كيفاش انقلبات متابعينا الكرام. حاولوا نقربكم
من يقدروا يكونوا حتى الادوات ديال الدراري الصغار هنا. شوفوا الوراق هنا الادوات، شاهدوا معنا، شاهدوا معنا، شوفوا الادوات ديال الدراري الصغار، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول. شوفوا الشكاره تما، كنت لا حول ولا قوه. نتمنوا ان شاء الله ما يكونوا شيء عندهم اصابات خطيره، الله يشافي الجميع، الله يكون مع عائلاتهم اكيد في هذا المصاب الجلال، يا رب ما يتوفى حتى واحد فيهم. كيبقاو هادو ملائكه الرحمن، هادو كيبقاو يعني ابرياء مساكن، يعني ما عرفتش واش جلسات به، واش تقطع له الفران، واش يعني التفاصيل ديال الحادثه غادي يكشفوها السلطات المحليه بطبيعه الحال. كيفاش وقع غيتم فتح التحقيق، فكاين تواجد كبير ديال عدد كبير من رجال الدركه الملكي وكذلك السلطات المحليه على مستوى سيدي حرازم وكذلك عين بيضاء. فهذه تابعه لعين بيضاء كما كتشوفوا مكتوب عليها عين بيضاء. فنتمناو خير ان شاء الله، نتمناو الخير ان شاء الله، وهاد الوليدات هادو الله يجعلهم كلهم يعودوا سالمين غانمين للاباء ديالهم. دعواتكم معاهم اخوتي كاملين، الله يجعل هاد الوليدات اللي تم نقلهم نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضروريه يعودوا سالمين لوليداتهم لابائهم يا رب. كنعتذر على ارتباك والله القسم الى يعني بقاو فيا الوليدات اللي كانوا، الحديث على عدد كبير ديال التلاميذ اللي كانوا داخل السياره الحافله قبل الانقلاب ديالها وانقلبت بهم للاسف الشديد في ظروف ملابسات لا يعلمها الا الله. كاين اللي كيقول تقطع الفران، كاين اللي كيقول جلسات به، كل واحد شنو كيقول. المكان ديال هذه الحادثه في طريق سيدي حرازم على مستوى قبل ما كتوصل لدوار القعده، فهنا فين وقعت هذه الحادثه هذه. اذا الصوره اغنى عن كل تعليق، تواجد مكثف ديال رجال الدرك الملكي ديال المسؤولين هنا على مستوى المنطقه. الله يدير شي مسلك ديال الخير يا رب. خوتي الاعزاء كنظن بانه غادي نكتفي بهذا القدر، غنرجع من خلال بث مباشر اخر بعد لحظات. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.